بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذه الآية تستوقف كل مؤمن، لأن فيها بشرى خير وفيها تحذير وفيها أجر عظيم. الله تبارك وتعالى يريد أن ينبهنا لقضية خطيرة تهم كل واحد منا، فيبدأ الخطاب للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. طبعا يريد أن يلفت انتباهك لقضية الإيمان، لأنك إذا لم تكن مؤمنا بالله تبارك وتعالى لن تستجيب لبقية الآية، فشرط استجابتك لهذا النداء أن تكون مؤمنا. لذلك بدأ الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله: يا أيها الذين آمنوا. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. سبحان الله، يعني هل يمكن أن تكون الزوجة أو الزوج أعداء لبعضهما؟ يمكن أن يكون الابن عدوا لأبيه؟ اذهبوا أيها الأحبة واطلعوا على الحوادث التي تحصل يوميا، سوف تجدون أن زوجة تقتل زوجها، ابن يقتل أباه من أجل المال مثلا، حوادث كثيرة. يعني تجدون عقوق شديد لبعض الأبناء بأبويهم، تجدون مشاكل بين الأزواج، يتمنى أحدهما الموت للآخر، الزوج أو الزوجة طبعا. الحقيقة هذه القضية ربما كثير وكثير وكثير من الناس يعانون منها، كثير من الناس يعاني من أبنائه أو من زوجته، أو أم تعاني من أبنائها أو من زوجها. طيب ما هو الحل؟ ما هو العلاج العملي؟ ماذا أفعل أنا كمؤمن؟ لأنه خاطبني بصفتي مؤمنا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم. إذن الإجراء رقم واحد هو الحذر، أن تعرف طبيعة العدو الذي تتعامل معه. سبحان الله، يعني الإنسان أحيانا يعني يعجب كيف يتعامل الأب مع ابنه كعدو، أو الزوج مع زوجته كعدو له، أو الزوجة تتعامل مع زوجها كعدو لها. شيء غريب والله. ولكن القرآن دقيق جدا أيها الأحبة، لم يقل اضربوهم أو اغضبوا عليهم أو افعلوا كذا وكذا وكذا، قال فاحذروهم. طيب ماذا بعد ذلك؟ هنا يأتي الإجراء العملي المنطقي الذي ينبغي أن نتبعه، لأنه حل مريح، مريح بالنسبة لي أنا كأب أو كزوج، مريح جدا لأنه يخفف الضغط النفسي علي ويعالج نوبات الغضب التي من الممكن أن تحدث. هناك تشنجات كبيرة تحدث في كثير من البيوت بين الأزواج أو بين الآباء والأبناء. طيب ما هو الحل؟ الله تبارك وتعالى يقول فاحذروهم، ثم ماذا؟ وإن تعفوا، هذا أولا. سبحان الله، يأمرك بالعفو، لم يقل لك افعل كذا وكذا وكذا، أمرك بالعفو. لماذا؟ لأن العفو أيها الأحبة، يعني أنا تحدثت ذات مرة عن دراسة علمية تقول المتسامحون هم أطول الناس أعمارا، دراسة علمية موجودة، وجدوا أن الذي يعفو، يتسامح، يصفح، يغفر، يحب الخير للآخرين، هذا يعيش معدل سنوات أطول. طبعا العمر له أسباب كما نعلم، نحن قدرنا بينكم الموت، يعني الموت له نظام مقدر من قبل الله سبحانه وتعالى، ولا يستقدم الإنسان ساعة من أجله ولا يستأخر، إذا جاء الأجل لا يستطيع أن يؤخر أو يقدم ساعة، هذا معروف. ولكن الله عز وجل يضع أسبابا للأجل، فالذي يتسامح يعيش عمر أطول، قلبه يكون أقوى وبحالة أفضل،
نادرا ما يتعرض لأمراض مثل الضغط والسكري وغير ذلك، هذه الأمراض وأمراض تتعلق بالقلب. لماذا؟ لأن نظامه مرتاح، لا يغضب، لا ينفعل، يتسامح، يعفو. لذلك أول إجراء عملي مريح بالنسبة لي أنا كمؤمن أنه أمرني بالعفو فقال: فاعفو. طيب ثانيا ماذا؟ يتوقع هنا الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يقول لك مثلا: افعل كذا، خطط كذا. لا 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 أبدا، فاعفوا واصفحوا. إذن أيضا كلمة ثانية تدل على العفو ولكن أعلى منها، يعني عفو مع تسامح، يعني أنت تصفح قلبك نقي. قد تعفو عن الإنسان ولكن يبقى شيء في قلبك. هنا الصفح، الصفح أيها الأحبة، يزيل ما في قلبك، أمرك أن تزيل ما في قلبك من حقد أو من حب انتقام. طيب ما هو الإجراء الثالث؟ تعجبون، سبحان الله، فاعفوا رقم واحد، واصفحوا رقم اثنان، واغفروا. سبحان الله، يعني الإنسان وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، ثلاثة إجراءات كلها تتضمن معاني العفو والمغفرة والتسامح. المغفرة وكأنه يقول لك: مسحت كل شيء، يعني لم يبق في قلبك شيء، مع إكرام هذا الذي عفوت عنه. سبحان الله، يعني الشيء، والله أيها الأحبة، الإنسان عندما يتدبر آيات القرآن يعني يجد أسرار عجيبة، يجد راحة نفسية غريبة جدا. يحدثك في البداية عن عدو لك، ويحدثك عن تحذير: فاحذروهم. ثم يقول لك: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. سبحان الله، فهذه الآية أيها الأحبة مليئة بالرحمة، مليئة بالمودة، مليئة بالراحة النفسية. يعني أنا كمؤمن أرتاح نفسيا عندما تأمرني أن أتوتر وأغضب. يمكن أن أدمر حياتي، أن أدمر هذا القلب، لأن القلب جهاز حساس جدا. أمرنا الله أن نهتم بهذه النعم التي أكرمنا الله بها: السمع والبصر. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سنسأل عن هذه الأعضاء التي يعني وهبنا الله إياها سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي في الله، أنا كأب أو أنت كأم أو أنت كابن، الكل في ظل الإسلام وظل تطبيق هذه الآية مرتاح. أنت تعفو لترتاح نفسيا، لتخرج ما في قلبك من انتقام وغيظ وحقد وغل وغير ذلك. والابن سوف يقدر هذا، أو الزوجة سوف تقدر هذا، التسامح. التسامح يمكن أن يفعل العجائب أيها الأحبة. وبنفس الوقت قال لك: احذر. يعني أنت تأخذ حذرك، تعرف مع من تتعامل، ولكن على الرغم من ذلك تسامح. هذه الآية أيها الأحبة والله إنها تدل على عظمة الإسلام، على رحمة هذا الدين الحنيف. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.